أهلاً اليوم سأتكلم عن عائلة ملوف. عائلة ملوف هي من أهم وأغنى عائلة في لاس فيغاس. في الأسرة والد اسمه جورج أكبر أو جورج سينيور، ولكن مات الله يرحمها. ولكن في الأسرة والدة اسمها كولين، والآن تعيش مع أولادها في لاس فيغاس. هناك 5 أولاد، اسمهم جو، جافن، أدريان، جورج، وفيل. جدهم من أصل سوريا. وفي طفولتهم أولاد وكل الأسرة ساكنوا في ولاية نيو مكسيكو. ونجاحهم بدأ بعد حصلوا على شركة كورز لايت في المنطقة الجنوبية الغربية. في هذه المنطقة فقط. الآن يملكون فريق الكرة السلة اسمه ساكرامنتو كينجز. أنا لا أعرف عن كرة السلة، ولكن أظن أن فريق جيد. ويملكون فندق بامز في لاس فيغاس. هو فندق جميلة وخبيرة، ولكن غالية جدا. وفي بامز هناك كاسينو أيضا. بالإضافة ملوف يملكون شركة موسيقى اسمه ملوف ميوزيك. وآلي لوهن هي مغنية لهذه الشركة. آلي هي أخت لينزي لوهن. أيضا ملوف عندهم شركة كثيرة في ولاية نيو مكسيكو، مثل كورونا، ريد بول، وميلر. فيل ملوف يهب السياحة، وأراد أن يصبح عضو مجلس شيوك في ولاية نيو مكسيكو، ولكن فيل فشل. وبعد ذلك فيل عمل مع إخوته. عائلة ملوف مشهور في هوليوود. أحياناً أفراد للأسرة يعملون في تلفزيون، مثل مسلسل لاس فيغاس و سيليبرتي أبرنتس. بصراحة أنا أعرف عن عائلة ملوف لأنني أشاهد مسلسل ريل هاوس وايفز أوف بيفرلي هيلز مع والدتي. نشاهد كل نهاية الأسبوع. أدريان ملوف تعمل في هذه المسلسل. أحب أدريان. أدريان جميلة وهي مستقلة، وهي امرأة الأعمال الجيدة. في مستقبلي أتمنى أن أصبح النجاح مثل عائلة ملوف. أتمنى أن سيكون غنية أيضا. شكرا.